صدمت المدينة بأسرها برحيل قائد فريقها محمد حازم، لكن ربما كانت وفاته دافعاً إلى العودة لمنصة التتويج مرة أخرى مع بداية التسعينيات التي شهدت ميلاد أحد أجيال الدراويش الذهبية الذي تمكن من الفوز بدرع الدوري للمرة الثانية في تاريخ النادي عام 1991. كابتن شحتة حب يعمل جيل جديد للنادي الإسماعيلي اللي هو جيل التسعينات، كان جايب حافظ على بعض اللعيبة من التمانينات زي كابتن سعفان الصغير، كابتن خالد القماش، كابتن فوزي جمال، كابتن أحمد العجوز، وبدأ يدعمهم بلعيبة مغمورين. حتى ساعتها بعد ما خدوا الدوري سموهم لعيبة الحرفيش، جابوا الدوري للدرويش. دوري 91 كان برضو المنافسة مع الأهلي. الدوري ده خلص بماتش فاصل في المحلة، تلعب ماتش فاصل في المحلة والإسماعيلي كسبه 2-0، وكان ماشي دوري تنافسي جدا، بس الإسماعيلي فعلا وقتها كان بيلعب ككتيبة أو كمجموعة. ف 91 كان بداية عودة الإسماعيلي للبطولات تاني، لأن من بعد 91 الإسماعيلي خد حوالي 4 بطولات اللي هي كاس 97 وكاس 2000 ودوري 2002. التشكيل ده كان عاطف أبو عزيز، كان أدم السلحدار، بشير عبد الصمد حتى يوميها بشير جاب جون، وعاطف عبد العزيز جاب جون، وكان سعفان الصغير. كابتن سعفان الصغير تصدى الانفراد، ومن هنا تحولت المباراه لحد ما جت ضربه جزاء للنادي الاسماعيلي، كابتن عاطف عبد العزيز احرزها مرمى ثابت البطل. وعاطف عبد العزيز وثابت البطل، وعاطف جول وعاطف عبد العزيز. انا فاكر جول بشير اكتر، يعني ان الكره بصيت له من نص الملعب وهو راح بيها في قلب المدافعين وحطها على شمال الكابتن ثابت. واو، انفراد لبشير، وبشير يحطها ويحط جول 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 بشير عبد الصمد. يا سلام يا بشير. وحصل الاسماعيلي على 90-91 بعد غياب 24 عاما، لحد ما وصلنا سنه 97 اول فرحه للاسماعيلي ببطوله كاس مصر. تخطينا الزمالك وكسبنا الحمد لله 1-0، وانا حرصت الهدف، وبعد كده هوت الدور الاربعه لعبنا بورفؤاد في بورسعيد وكسبنا 2-1، والحمد لله جبت الهدفين. ثم المباراه النهائيه في استاد القاهره. الهدف في الدقيقه 34، عملت 1-2 انا ومحمد صلاح ابو جريشه، رقصت محمد يوسف وحطيتها على شمال عصام الحضري. وكان هو الجول ده اللي احنا الحمد لله يعني كسبنا بيه البطوله. يحرز النادي الاسماعيلي البطوله رقم 66 في كاس مصر، ويحصل على كاس مصر للمره الاولى، ويسجل اسمه في سجل الحاصلين على كاس مصر. 80 مليون غاوي شهدوا لك يا اسماعلاوي، 80 مليون غاوي شهدوا لك يا اسماعلاوي. وما الاسماعيليه كلها استقبلت اتوبيس النادي الاسماعيلي والجماهير اللي هي جايه، وكانت فرحه كبيره يعني.